وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا دكتور محمد عز الدين رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية. دكتور محمد، بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن، إذا تحدثنا أكثر عن هذا التطابق في الرؤى والذي تشهده القاهرة وكينشاسا مؤخرا، أهميته وأهمية زيارة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي اليوم لمصر. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. طبعا اهميه زياره الرئيس الكونغو تاتي بعد زيارته لمده شهرين، يعني في شهر 2 الماضي، في شهر فبراير الماضي جاءت زياره مهمه للرئيس الكونغو، ثم تكررت الزياره اليوم، وده طبعا بيؤدي الى ان التنسيق المصري الكونغو مع دوله الكونغو على مستوى الرئاسه وعلى مستوى الاداره، الادارات موجوده يعني ومتناميه منذ القدم، حتى ان مصر هي التي دعمت رئاسه الكونغو للاتحاد الافريقي. وتاتي اهميه زياره الرئيس الكونغو الى مصر من ضمن اهتمامه في حلول مساله سد النهضه والمشاكل التي ستترتب عليها، واصراره على ان يكون هناك اتفاق ملزم ما بين مصر والسودان قبل بدء الملء الثاني في يوليو المقبل. نعم، طيب دكتور محمد، يعني أهمية هذا التأييد الذي يأتي من الجانب الكونغولي للموقف المصري الراسخ تجاه عدد كبير من القضايا لربما على رأسها قضية سد النهضة كما ذكرت، أهمية هذا التأييد خاصة وأن يعني كينشاسا اليوم تلعب دور هام جدا، ليس لا يقتصر فقط على دور الوسيط، ولكن من ناحية أخرى هي تنظر بعين الاعتبار إلى كل ما قدمته مصر حين كانت في يعني رئيسة للاتحاد الأفريقي لجميع دول القارة السمراء. طبعا يعني الكونغو علاقتنا به ممتدة منذ القدم، منذ تولي الرئيس والزعيم جمال عبد الناصر حتى يومنا هذا لم تتزعزع هذه العلاقة، وتأتي هذه العلاقة وتنميتها والمضي قدما لمزيد من التعاون بين مصر والكونغو استمار سنين طويلة مضت من تعاون مثمر في كافة المجالات. كما أشار التقرير إن هناك تعاون في كافة المجالات، البنية التحتية والكهرباء، في مجال التعليم وتنمية القدرات، في كافة المجالات، في مجال الري والزراعة، وفي كافة المجالات حتى أخيرا يعني هناك اتفاق مصري كونغولي على تنمية منطقة السويس واستغلاله لصالح أفريقيا عموما ولصالح الكونغو في بعض المناطق بقناة السويس. طيب الكونغو يعني أهميتها تأتي من أولا أن هي رئيسة الاتحاد الأفريقي هذا العام. اثنين، الكونغو دولة من دول حوض النيل ولها اتفاقيات كبيرة جدا في إدارة النيل عموما مع مصر ومع كافة دول حوض النيل. الكونغو رؤيتنا إذا تطابقت الرؤية المصرية والكونغولية في مسألة النيل، يعني أعتقد أن ده يعني هيساعد باقي الدول الحوض النيل في أن يتفهموا مسألة الملحة في اتفاق ملزم لكافة الدول حوض النيل في إدارة مياه النيل دون المساس بحقوق دولتي المصب مصر والسودان. فبالتالي اعتقد ان زياره الرئيس الكونغولي الى مصر في بعد زياره المبعوث الامريكي تاتي في المقدمه وفي اهميه تذليل عقبات ما يواجهه الحوار والوصول الى اتفاق في مساله سد النهضه بين مصر والسودان واثيوبيا. واصرار الرئيس الكونغولي في ان يكون هناك حل من خلال إدارة الاتحاد الأفريقي لمسألة سد النهضة هي مسألة توافقية مع مصر، مصر ليست معترضة على ذلك، بل مصر مرحبة أن يكون الحل أفريقي أفريقي، ولكن بضمان دولي، ولكن بضمان دولي وإشراك دولي وإشراك المجتمع الدولي، لأن مسألة المياه ومسألة الحدود هي مسألة دولية وليست مسألة قارية، فهذه الأمم المتحدة هي التي ضمنت بقاء الاتفاقيات ملزمة ما بين كافة الدول سواء في الحدود أو في المياه. وبالتأكيد الآلية الرباعية التي يعني عكفت مصر على أن يتم تنفيذها وطرحها من عن طريق مؤسسات يعني
تشاهد أو لنقول تتابع عن كثب هذه القضية؟ دكتور محمد عز الدين رئيس مركز نيل للدراسات الأفريقية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر الهاتف.